يا ابو قاسم ياي، شوفوا في اثنين ما حتنساهم لو ايش، حتى لو جاك زهايمر حتفتكرهم، ابو قاسم هذا والثاني ذاك اللي كان يقول فيصل يا فيصل يا فيصل ايش بك ما تجاوبني. خلاص كلكم عرفت الموضوع. المهم خلونا في موضوع انا مستغرب منه وماني فاهمه بصراحه، ماني مستوعب قصه الولد او المراه دي الحرمه دي اللي في الشرقيه اللي سرقت ولدين من 25 سنه. بصراحه قمه الغباء وخمة البلاها، 25 سنة انت تربي في واحد وتشقى عليه وتدرسيه وتصرف عليه وفي الاخير وفي الاخير اسحبوه منك وودوه لاهله. يلعن ام البلاها يا شيخ، يلعن ام البلاها، 25 سنة تربي وفي الاخير اسحبوه منك في غمضة عين لانك هبلة متخلفة صارفة يمكن دحين فوق الملايين عشان ايش تربي ذول ال 25 سنة. 25 سنة والله انك هبلة وعبيطة، وفي الاخير انسجنتي ورجع الولد اللي على قولها بسويتيه في 25 سنة ضاع في 25 دقيقة. حتى مو 25 يوم. والله العظيم قمة التفاهة، صرتي اغبى من ده اللي طلع قال ابو قاسم ايه. طيب خلصنا من موضوع الام دي العبيطة اللي على قولها خطفت وربت وسوت وفعلت، نيجي الموضوع الثاني اللي هو الولد ده المخطوف. يعني خلاص اتربى، هذه أمه وهذا أبوه، يعني عقله خلاص اتبرمج وحياته وكل شيء إنه هذا أبوي وهذا أمي وحاخذ رضاهم وانتهى الموضوع. الصدمة إنه أنت يا حبيبي حللناك هذه ما هي أمك. كيف على طول قبل الموضوع؟ كيف على طول راح ضم الأب الثاني؟ كيف راح للعيلة الثانية؟ منطقيا يا جماعة ماني قادر استوعب، يعني حتى الإنسان اللي قولها من الإنسان مجنون ايش حيسوي؟ حيضارب في البداية، حيقول لا هذه امي هذا ابويا، لا انتوا كذابين، ارجع مرة ثانية حلل مرة ثانية يمكن في غلط يمكن في يمكن. اما لا يعني انا ماني قادر استوعب، هنا في 100 استفهام. على طول رحت وطلعت في الاعلام وحضنت ابوك الجديد القديم على قولهم، هو ما هو الجديد هو القديم اللي انت ما انت عارفه، فجأة وصار حبيبك. يعني كيف المشاعر كده فجأة وصلت وانا حسيت انه هذا ابويا؟ يا ابويا فيلم هندي ما سواها اقسم بالله. يا جماعة يعني خلونا نقول انه احنا مجانين، اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. والله ما ادري ايش اقول بصراحة. طب يعني ادونا خلونا نستوعب، اوكي انا ابله، انا عبيط، انا ابو قاسم، انا مدري مين. يا جماعة ما يصير كذا، يا جماعة ارحمونا، يا جماعة والله صرنا زي الافلام الهندية، يعني ادونا شيء على قدنا، لا تدونا شيء خيال ما نستوعبه. صورة أبويا وهذه صورة عبد العزيز أخويا وهذه صورة ليلى أختي وهذا أنا. من فين جبت الصورة هذه؟ طارق أخويا، أنا طارق يا عبادي، أنا طارق.